السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزير وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، مجموعة أسئلة جاتني على القناة يا شباب على الفيديوهات، وهي بخصوص مدة الحمل كام يوم يا ابو نرمين، اللي هي مدة العشار، ومدة الرضاعة كام يوم، وفطم الارنب بعد الفطام الارنب ياكل معاه كام يوم لحد عمر البيع، والامة تشتغل على كام شهر او تبدأ تشتغل وهي عمرها كام يوم. لذلك كده يا جماعة اللي لسه بقى ما اشتركش عندنا في القناة، تعالى اشترك في القناة وفعل زر الجرس اشعارات على الكل علشان يصلكوا اي فيديو جديد احنا بننزل. بالنسبة يا شباب الام بتشتغل على عمر 4 شهور و5 شهور يا شباب. الام تبدأ تشتغل على عمر 4 شهور ونص الى 5 شهور على حسب صحة الام تمام وجسم الام. دي نقطة. النقطة التانية لما تبدأ انها تعشر الام، تبدأ تلقح الام بعد التلقيح، بتبدا تجس خلال 14 او 12 13 14 يوم تبدا تجس ايه الارانب بتاعتك. ما شاء الله يا شباب حيوان الارانب ما شاء الله. يبقى كده يا شباب بتجس على 14 يوم، لو انت لسه ضعيف في الجس تجس على 18 يوم، خبره بتجس من 10 لحد 14 يوم تبدا تجس الارانب. تمام؟ دي نقطه. مده الحمل بتاع الارانب او مده العشار بتاعه الارانب تبدا من 29 يوم الى 35 يوم. تبدا من 29 يوم ل 34 35 يوم، ده مده حمل الارانب. تبدا يا جماعه من 34 لحد من 29 لحد 34 يوم. تمام، ده بالنسبة لمدة الحمل. طب بالنسبة بقى للرضاعة، الأرنب يرضع كم يوم من أمه؟ الأرنب يا شباب المفروض العمر الطبيعي اللي تاخد فيه تحويل كويس، وزن كويس من الفطام الصغير، أفطم على عمر 35 يوم. عمر 35 يوم. واحد يقول لي طب ما أنت كده يا أبو نرمين هتلقى الأرنب الآخر، أيوه طبعًا. هنلقى الارنب بعد ما تولد ب 10 ايام. ليه؟ 10 ايام ليه يا ابو نرمين؟ علشان يا حبيب الام ترتاح بعد الولاده وتدي الانتاج لبن وفير وترضع الخلفه لمده 35 يوم، تعرف تفطم ارنب محترم زي اللي حضرتك شايفه معاك في الفيديو ده. ليه؟ ارنب وزنه كويس، صحه كويسه، يحول معاك في الوزن وفي اللحم، تعرف ان انت تبيعه بسرعه لان هينتج معاك شغل بدري بدري، وما يبقاش مفطوم ربع كيلو ولا 300 جرام ولا 400 جرام ولا نص كيلو وعايزه يحول معاك مش محول. كمان هتواجه مشاكل ان الارانب الصغيره هيجي لها انتفاخات واسهالات وهتموت منك صغيره. بفضل الله ما فيش ارنب بموت عندي. كمان مفيش ارنب بموت عندي بعد الفطام، الحمد لله يعني. ليه؟ ماشي مع الارنب بكميات علف محدوده، بعلف بمواعيد، مظبط الارنب، عارف انا بشتغل الارنب ازاي، بفطم الارنب في عمره كويس ان شاء الله خير يا جماعه ربنا يبارك. انا كده بفطم الارنب على عمر 35 يوم، يكون الارنب وزنه من 700 جرام لحد 900 جرام وكيلو وكيلو وشويه. يبقى انت كده او اشتغلت زي ما انا بقول، يبقى انت كده ربنا يكرمك وتطلع ارانب وانتاج وخير زي اللي حضرتك شايفه قدام منك كده في الفيديو. نخش بقى على النقطة المهمة والنقطة الأخيرة بالنسبة لسؤال المتابعين اللي بتطرح عليها في الفيديوهات. يا ابو نرمين، نعم يا حبيبي، الأرنب يفضل بعد التسمين، شوف ما شاء الله يا جماعه خير خير ربنا يبارك اهو،
ان شاء الله ان شاء الله ربنا يبارك. الان لما مدرمين يفضل ياكل هنا يتسمن معاه كم يوم، وبيع الارنب على عمر كم يوم او وزن كم يوم او وزن كم كيلو؟ الارنب يا حبيب قلبي بتفطمه على عمر 35 يوم، بياكل 30 يوم هنا في العين، يقعد هنا شهر، يقعد شهر في قلب العين مفطوم، و35 يوم بقى 65 يوم، لو قعدته كمان 5 ايام بقى 70 يوم، يبقى كده هيديك وزن محترم من 2 الا ربع لحد 2 كيلو وربع و2 كيلو و100 على حسب شغلك والعلف اللي شغال بيه، على حسب العلف اللي شغال بيه. يا جماعه الارنب ده اندفه وجسمه دافي هيحول في القلب في العلف بيحول في اللحم. ارنب لو اكل كتير وارنب بردان مش محول معاك لحم، مش هيحول معاك. خلي الارنب دايما دافي وعنده حيوي ونشاط، فاهمين يا شباب؟ يبقى هياكل هنا كده في العين 30 الى 35 يوم، ومفطوم على 35 ارنب كده يتباع على عمر 65 70 يوم، تمام؟ يبقى انت كده ماشي مظبوط وماشي صح، تمام. طب الارنب اللي انا هربيه، الارنب اللي انا هربيه سلاله، احصله امتى يا ابو نرمين؟ اول ما تحس ان انت خلاص هتفطم الارنب ده اهو، والارنب ده شكله كويس، ابدا اديله اي فومك واظبطه واجهزه عشان ده هربيه سلاله صحته كويسه. بعد ما يوصل معاك لعمر شهرين تبدا تحدد بقى هل الارنب ده يكمل معاك سلاله، مناعته كويسة، دينيته ايه؟ طلع اللحم وتسيبه سلالة كده تحصنه بكتيري وفيروسي ومعوي، وتجهزه علشان ده أرنب هيفضل معاك سلالة. يبقى تحصن العمر قد ايه؟ عمر شهرين. أرنب تحصن عمر شهرين بكتيري وفيروسي ومعوي، تبدأ تظبط الأرنب علشان اشتغل صح. اشتغل صح، حصل ارنبك يا جماعه مش هتشيله وخلاص، مش هتشيله البركه وتقول انا مش هشيله وخلاص، لا حصل ارنبك بنبارك اول. طبعا دول يا جماعه الارنب دول شهر كله بفضل الله، دول شهر يا جماعه. شوف بقى ارنب اسكندريه يا شباب، دي يا جماعه سلالات منقوطين سلالات يا جماعه، ان شاء الله ربنا يبارك اهو. أنا بعت يا جماعة اللي كانوا هنا، فاكرين؟ كانوا ناس سلالات، جالي واحد تبع دي كيرنس جه خرب يا جماعة. إن شاء الله دولت حاجات برضو ممتازة جدا. اللي كانوا هنا يا شباب اتباعوا، فاكرينهم؟ اللي كانوا هنا يا جماعة اتباعوا، دول ما شاء الله حاجات روعة. أنا يا شباب إن شاء الله. بقدر برضو منقوطين سلالات ست حتت أهمت. بنقول سلالات ربنا يبارك اهو. هنا يا جماعه برضه ذكروا انتهى بابين يا شباب، ذكروا انتهى بابين برضه سلالات ربنا يبارك. هيبقى مده الحمل العشار 29 الى 34 35 يوم، مده الرضاعه 35 يوم، مده الفطام يعني بعد الفطام تحويل اللحم والتغذيه يا جماعه اللي هو العلف بعد الفطام 35 يوم، يبقى كده بيجمع معاك 105 يوم، من 100 يوم من 100 يوم الى 105 يوم، يعني 3 شهور دوره الارنب معاك 3 شهور كده يا جماعه. عرفت الدنيا ماشيه ازاي؟ تحصن الارنب على عمر شهرين اللي انت هتربيه سلال، ما انتش هتربيه ما تحصنوش كده كده هيطلع في اللحم. اشتغل مع الارنب شغل كويس، نظم علفك، نظف ارنبك، حافظ من الجرب، حافظ يا جماعه من الجرب، ما تاهملش. اللهم بلغت اللهم فشل. دي كان ردا على اسئله مده الحمل بتاعه الارانب ومده الرضاعه ومده التحويل، وتحصن الارنب امتى بعد
الفطام علشان تربيه سلال. طبعا اشكر الابطال بقى اللي كمان معانا في الفيديو الاخر، اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.